دستورية أمام أنظار نواب وبحضور نواب الغرفتين البرلمانيتين. نذكركم بأهم ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية اللي تحدث استحضر عدة محطات ما قبل 25 جويلية ومحطات منها اللحظات الإرهابية والعمليات الإرهابية اللي عاشتها تونس. أيضا تحدث رئيس الجمهورية عن جائحة الكوفيد، عن ناس وصفهم أنهم كانوا يتاجروا بالأوبئة، يتاجروا بالأمراض. الدستور الجديد الاستفتاء والاستشارة اللي قال الرئيس أنها نجحت رغم محاولة استهدافها. أيضا تحدث عن انتخاب الغرفتين البرلمانيتين، وأعلن الرئيس أو تكلم عن توافق إجرامي لإدخال البلاد في تقسيم وفي اقتتال، ولكن يقول حرب التحرير الوطني متواصلة لتخليص البلاد من الفلول ومواصلة مسيرة التصدي وتحرير البلاد. عدة نقاط أخرى نرجع معها بالتفصيل مع ضيفي النائب عصام الشوشين. سي عصام أهلا وسهلا، تحياتي ومرحبا على موجات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. يعيشك سي عصام، كنت من في الجلسة العامة اليوم، نرجع معك على الأجواء تقريبا قبل ما ندخل معك بالتفاصيل ونستسمحك الميكرو. يعيشك بصوتك يصل على المستمعين. هو تشرفنا احنا اليوم بزيارة السيد رئيس الجمهورية، وهذا تتضمن الزيارة هذه كانت في نطاق تطبيق الفصل 92 من الدستور اللي هو أداء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الوطني والجهات والأقاليم. أتى السيد رئيس الجمهورية خاصة في البرامج والأهداف التي سيحققها في هذه السنوات الخمسة المقبلة. في بداية خطابه أكد على الدور التشريعي النيابي الجديد، وخاصة القطع مع كل أساليب أو قطع مع كل ما جرى في البرلمان السابق والذي أدى إلى حل البرلمان السابق. زد على ذلك الأهداف الكبرى واللي هي خاصة بالأساس التشغيل واستقطاب أزيد ما يمكن، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام لأصحاب الشهادة العليا. كذلك الدعم اللامتناهي للقضية الفلسطينية، وكذلك الثورة الثقافية الجديدة. زد على الثورة التشريعية الثورة الثقافية الجديدة والتي أكد أنها انطلقت منذ سنة 2019 من خيرة شباب تونس. هذه من أهم الأبرز والإجراءات التي قدمها لنا سيد رئيس الجمهورية والأهداف المنشودة في ظل الخمس سنوات المقبلة. نعم، باش نرجع معك سي عصام، نواصل معك حواري، ولكن نمشي مباشرة إلى خارج قبة البرلمان و في محيط مجلس نواب الشعب. وين يغادر في الأثناء هذه رئيس الجمهورية لمجلس نواب الشعب، وين موجود مبعوثنا فيصل شعب؟ وفيصل أهلا وسهلا، تحياتي مرحبا بك على المباشر سي فيصل. شكرا لك زينة، تحية لك مرة أخرى وتحية كل مستمعي الإذاعة الوطنية. إن شاء الله الصوت هكا واضح. واضح جدا جدا، تفضل. أهو واضح. كما قلنا احنا في مواكبتنا كنا واكبنا من لول قدوم سيد رئيس الجمهورية قيس سعيد لأداء اليمين داخل قبة البرلمان، والآن مازال غادر سيد رئيس الجمهورية بعد أداء اليمين داخل قبة البرلمان، وكما قلنا بحضور ممثلين على مجلس الجهات والأقاليم وممثلين على مجلس نواب الشعب وبعض الكلمة التي ألقاها بالمناسبة. غادر منذ قليل سيد رئيس الجمهورية، وأيضا كان أيضا رئيس الحكومة ما زال منذ قليل غادر مكان قبة البرلمان. هنا باش نحكي شوي على الحركية، معناتها في محيط البرلمان حركية تسير بين الثقة عادي جدا. نعرف التوقيت هذايا تقريبا تكون فما في تونس الكل تكون فما حركية، وقت ونقول احنا وقت معناتها حركية كبيرة شوي، فما صغيرة تخرجوا من القراية، فما وقت تكون فما حركية شوي، لكن ونعرفوا معناتها ساحة برضو معناتها تكون معناتها فيها حركية كبيرة برشا، لكن تأمين الحركية وتسير المرور من قبل الوحدات الأمنية الحقيقة بارينات معناتها أمبوتية معناتها معناتها سير حركة المرور تسير بطريقة عادية جدا. وهذا كما نقوله مرة أخرى تحية لكل الأسلاك اللي كانت أمنت اليوم في ساحة البرلمان أداء اليمين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد. واضح، شكرا جزيلا فيصل. واضح، شكرا جزيلا فيصل شابو. نرجع للبلاتو الاستوديو الوطني اللي يجيكم مباشرة اليوم من مجلس نواب الشعب من قبة البرلمان في مواكبة ومتابعين. رئيس الجمهورية تحدث في كلمته عن أكبر التحديات، منها فتح طريق جديد أمام العاطلين عن العمل وخاصة الشباب منهم. بحذايا رئيس ورجنة المالية، دوك الموضوع يتماشى جدا مع اختصاصك سيد النائب اليوم.
كيف يكون أو كيف ستتم هالطريقة الجديدة وفتحها؟ كيف سيكون رئيس الجمهورية في خطاب اليوم؟ نعم. واللي هو الحد من البطالة وخلق موارد الشغل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. نبدأ بالأساس أنه خلق مواطن الشغل هو يكون مبدأ تشريعي بحت، لأنه القوانين المكبلة في خاصة في خلق مواطن الشغل هي تحللنا أفاق في استقطاب أكثر عدد يمكن من خريجي الجامعات أو غير خريجي من الجامعات، واللي إحنا كلجنة مالية خذيناها على عاتقنا منذ السنة الفارطة. أنت يا رب تكون ضيفنا الأسبوع هذا في بلاتواتنا مستجوهات الوطنية، نرجو على نعم. أتيت على الدورة التشريعي واللي احنا ماشيين فيه، وخاصة مراجعة مجلة الاستثمار اللي هي مش تكون مبادرة ولا. في خلق الثروة واللي تحدث عليه رئيس الجمهورية اللي قال لابد من ثورة تشريعية اليوم، ما تعطلش اليوم، ما تعطلش الإدارة والاستثمار وغيره. طبعا لأنه الاستثمار طول، شنو الحاجات المكبلة للاستثمار الخاص؟ التشريعات اللي مجلة الاستثمار بالأساس، خاصة مراجعة مجلة الصرف اللي هي أصبحت بالية واللي ما ترتقيش إلى الثورة الاقتصادية اللي قاعد يعيش فيها العالم بأجمع. صحيح. اللي هي حاجات هذه تشريعية كبلت للاستثمار الخاص. كزيد على ذلك أنه خلق موارد الشغل في القطاع العمومي وخاصة رصد الميزانيات الكافية، لأنه في استقطاب أصحاب الشهادة العليا أو في تشغيله في القطاع العمومي. هذا ما أكده السيد رئيس الجمهورية، أكد أن انطلقت منذ سنة 2019 من شباب تونس واللي مشيت في دعم الثورة الثقافية. هذه الحاجات اللي موكولة احنا كمجلس نواب الشعب وكبرلمانيين أن نحاولوا باش نعجلوا في الحاجات هذه، ونعاولوا في نعجلوا أنه باش مالوا كلجنة المالية خصيصا. وقتاش تبدأوا بمناقشة الفصول فصل فصل؟ مبدئيا يوم الأربعاء سننطلقوا في مناقشة قانون المالية، مش ننطلقوا أساسا في مراجعة في مناقشة الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة. والأسبوع المقبل إن شاء الله فينا ما يلزمناش نفوت في المصادقة النهائية على قانون مالي اللي هو تاريخ 10 ديسمبر، نكونوا انتهينا من أعمال ومناقشة قانون مالية تحت قبة البرلمان. جاهزين سي عصام لمناقشة الفصول لتعديل ما يمكن وما يجب تعديله خاصة. احنا مش ناخذ، كانت عندنا مبادرة السنة الفارطة في قانون مالي. نعم. والفصول الإضافية كانت لها بالحق معناها تابع إيجابي، وكانت عندها حاجات ملموسة على غرار العفو الجبائي، على غرار نعم. قانون الإفسيار، على غرار العديد من القوانين اللي هي كانت عندها أكلها في هذه السنة، واللي ساهمت على الأقل في حالة المشاكل ودعم ميزانية الدولة المالية. نعم. واللي هي خاصة تبلور مطامح ومطالب الشعب التونسي. ان شاء الله ربي يوفقنا، وهذا عمل مشترك. الملامح في كلمه كيفاش توصفه سيد النائب عصام شوشين؟ الطلع اللي عملتها على القانون المالي كيفاش تعتبره؟ القانون المالي باش توصفه اي في التونسي، هل يتماشى مع ما يتحدث عنه وما يطلبه رئيس الجمهوريه انه يكون في اطار العداله الاجتماعيه؟ مش نقولوا يتماشى بين 100% او ممكن في نسبه حدود 30 او 40%، لانه كرس الطابع ماشيين في تعديل بعض الفصول. احنا عدلنا، علاش نقول 30% او 40%؟ لانه مشى في تكريس الدور الاجتماعي خاصة للغير، هو كيف سنقوم بخلق الثروة ودفع الاستثمار. هذا ما يمكن أن أكده خاصة في قانون المالي، ومش كون العديد من الفصول الإضافية والتعديلات في قانون المالي. شكرا لكم على حسن المتابعة. هذا استوديو الوطني، ينضم لنا مباشرة النائب يوسف ترشون. سيد النائب تحياتي، مرحبا. كنت وشفناك بانتباه تبع في كلمة رئيس الجمهورية اليوم في علاقة سيد النائب بالهدى بنقطة. هيت نبدأ نحكيه على المصالحة، ولكن يقول الرئيس رانا ماشيين في المحاسبة اليوم. شكرا شكرا لك زينة، مرحبا بك ورحب بكل مستمعي دار الوطنية الشعب التونسي. نعم. الناخبين اللي قالوا نحن مع هذا المسار وجددوا العهد مع السيد رئيس الجمهورية باعتبار أنه المبادئ والشعارات التي رفعت هي بالضرورة تجسيدها يتطلب معناها حركة في التاريخ. ونحن اليوم نأكد مرة أخرى على نفس المبادئ ونفس الخيارات التي بنيت عليها لحظة 25 جويلية، ونحن سعداء بذلك. الرئيس تحدث جوستمون على برشا مفاهيم، نحب نرجع معك في علاقة أيضا. تحدث عن الوطن لا نقاش فيه، لا مكان للخونة والعملاء ومن يرتمي في أحضان الخارج. عن من المقصود بكلام رئيس الجمهورية سترشون اليوم؟ يوضح ما ذهب إليه ربما البعض خطأ من الحديث عن ما سميناه الهدنة السياسية الشاملة حق الشعب. هذا مصالحة مع الفاسدين. نعم. رئيس الجمهورية اليوم أكد مرة أخرى أنه لا مصالحة مع هؤلاء، وأن إرادة الشعب التونسي في اللي أكدت على ضرورة المحاسبة وضرورة استرجاع حق الشعب التونسي. عاود أكد مرة أخرى اليوم طبعا عندما
المنظمات وكل الشعب التونسي قاعد يواكب يوميا في النشاط السياسي نتاع الأحزاب. كل الأحزاب تنشط، كل الأحزاب تصدر بيانات، كل الأحزاب تعبر عن آرائها بكل حرية. فقط فما ناس تحب ربما عناوين رأيهم السياسي، لو كان الأمر كذلك لا كان معناها لتحلت أحزابهم ولا منع من يمثل هذه الأحزاب من التعبير عن رأيهم. وهذا مش صحيح، كلهم يعبرون، هذا مش صحيح، كلهم يعبرون عن آرائهم اللي هي معارضة لمسألة 25 جويلية، ويتكلموا على الانقلاب ويتكلموا على الدكتاتورية ويتكلموا على معناها عدم الالتزام بالدستور. قاعدين يقولوا فيه، قاعدين يخرجوا في بيانات، وقاعدين يتظاهروا في الشارع، نراو فيهم يتظاهروا تحت حماية الأمن. نكرر الكلام هذا اليوم زاد أكد السيد رئيس الجمهورية أنه إحنا في علاقة بحرية ممارسة العمل السياسي وحرية معنى إبداء الرأي في المسائل هذه هي مكفولة معنى بموجب قانون الأحزاب أساساً. الخارج سي يوسف درشون، بعض يروج إلى أن اليوم يزلنا مصالحة سياسية في معنى التراجع في محاسبة من أجربوا في حق الشعب ذا ومحاسبة الفاسدين سواء في المجال السياسي، واللي يحب معناها يدخل في هذا الصلح وفق القانون باش يرجع حق الشعب التونسي مرحبا به، وينجم يرجع يستثمر، لكن لا تنازل على المحاسبة ولا تنازل على إرجاع حق الشعب التونسي، لأنه ذاك حق الشعب التونسي. والناس هذه مسألة معناها مبدئية، ما فيهاش تراجع وما فيهاش معناها أي إحساب. في علاقة بالحريات، ربما اليوم السيد الرئيس وانت تعرف بتزينا أنه هنالك دعوات وهنالك بيدنا حتى داخل مجلس نواب الشعب مرسوم 54 ولا نكفل هذه الحرية. ربما عندنا مقاربات مختلفة في الفصل الأساسي، الفصل 24. احنا بالنسبة لنا في مجلس نواب الشعب المرسوم هذا مازال موجود سيعرض على المناقشة اللي تعديل. هو احنا عملنا استعجال نظر ومازال على طاولة المكتب، ونشوفوا في هذا الفصل بطبيعة الأمر اللي يلزم التحليل اللي شنو ما ناخذ عليه وشنو ما النقاط معنا اللي معنا ربما بالنسبة لنا احنا نراو فيها ضرورة التعديل. ولكن اليوم باعتباره معنا قانون موجود، باعتباره معنا قانون موجود و عنده الشرعية نتاعو، نجي ناخذ قاضي من القضاة على انه طبق قانون موجود الى ان يقع التعديل نتاعو بطبيعة الحريات. وهذاك علاش انا قلت في اكثر من مرة سابقا زينة حتى مع كنسي في البلاتو نتاع الإذاعة الوطنية انه هذا المرسوم اذا كان اساء الى طرف راهو اساء لرئيس الجمهورية بالاساس، لانه مركبوا عليه ناس اخرى، ورغم اللي انا يعني معناه مع تعديله، ولكن انا يعني معناه مع تعديله، ولكن انا مأكد اللي فما حسن نية من وجوده، لان كان المرسوم هذا ما جابوش رئيس الجمهورية. المرسوم هذا من 2015 هبطت المسودة نتاعه في موقع نوات تحديدا، تنجم الناس ترجع وتشوف. ثم وقعت المصادقة عليه في المجلس الوزاري 2018، ولكن ما تعداش البرلمان السابق. وبعد ما تحل البرلمان بطبيعة في اكتوبر 22 سيد رئيس معنا في علاقة بمسألة القضية الفلسطينية، وكون السيد الرئيس أشار إلى مقاربته مرة أخرى. وبالحديث عن رئيس الجمهورية في هذه اللحظة وصل موكب رئيس الجمهورية قيس سعيد، يكون في رابط من أقصر قرطاج. نواصل معكم سي ترشون. أو ذكر مرة أخرى السيد الرئيس، لأنه زاد حتى هذه تخل فيها برشا مغالطات في كونه وقت اللي ما تعديتش معنا المبادرة اللي قد تقدمنا بها في مجلس النواب وقعدت ومش تعديش، لأنها ما زالت زادة هي إلى الآن موجودة على طاولة. مختلف معه في مقاربته، هو اليوم عاود أكد مرة أخرى أنه ما فماش حاجة اسمها تطبيع من زاوية نظره هو، وأنه هو يحب القانون هذا يكون يتعلق بجريمة الخيانة العظمى في كمعناها في مجال المرافعات العسكرية كيف دونك. إذن هي خلاف مش في التمسك بالمبدأ، لأنه هو عمره ما قال تجريمة تطبيع حتى في الانتخابات الأولانية. هو أعلنها اليوم صراحة، فما مقاربة هي موجودة في الفكر منذ السبعينات تتعلق به، هل نعتبر هذا تطبيع وألا نصنفوه خيانة عظمى. هو مع المقاربة اللي تكون خيانة عظمى. وأنا نحب نقول للخيان اللي يسمعوا فينا والحريصين على أنه موقف تونس هذا المشرف يتحول إلى قانون، راهو إحنا منفتحين على الحوار كجهة مبادرة نتكلم منفتحين.
الاستيراد والتصدير من بعض الدول، وانت عندك برشا بلدان اوروبيه وعربيه ام طبعش باش تعمل معاهم وقت؟ هذاك كل سؤال باش يكون خيانه عظمه ولا باش يكون زجر الاعتراف كما قدموها المبادره خيانه في انتصار الشعب او سي علي جدل فضا نقاش ان شاء الله. من بعد اللي باش تمشي فيه الجلسه العامه وفما مبادره ثانيه هي تحطت فيها اكثر من 81 معناها نائب وقعوا عليها وتتعلق بادراك أساس وموقف تونس المشرف معقول أنه يتحول إلى قانون واضح وصريح في علاقة بالمسائل الاقتصادية الأخرية، هذيك باش تصير تفصيل فيها باش يقع التوصيف نتاعها باش ما يخليش القانون يعيق معناها يولي عائق أمامه معناها النشاط الاقتصادي وإلى مصالح بلادنا، وإحنا واعيين بذلك جيدا. إحنا مش نعملوا قانون به، ولكن زدنا إحنا مع أنه المسألة المبدئية ما تقصش بالفلوس القضية الفلسطينية لا نقاش فيها، موقف تونس واضح من هذا. التضحية لازم الأمر توتف. وهذا المسألة ما فيهاش مساومة لأنها تتعلق بالدم، تتعلق بالحق الفلسطيني الأزلي. وموقف تونس أكده منذ قليل رئيس الجمهورية، تونس لا تعترف إلا بدولة فلسطينية عاصمة القدس. وهذا إيش معناه؟ شكرا. معناه حتى ما يسمى بالشرعية الدولية المتعلقة بالتسويات الخيانية خاصة فلسطين من الأرض إلى البحر، ما يعترفش بهذه التسويات اللي صنعتها قوى نعرفوا معناها تواطؤها مع الصهيونية العالمية. نعم. وأشار حتى معناها بصريح العبارة إلى هذه المؤامرة التي تحاد ضد معناها ضد أوطاننا وضد القضية الفلسطينية. نحن ندرك ذلك جيدا ومستعدون لكل التضحيات ولكل معناها. معك سيد النائب تباعا في الأيام القادمة في وقت تبدأ تنطلقوا في مناقشة المرسوم 54. شكرا جزيلا يوسف ترشون على حضورك معنا. مازلنا مواصلين نستقبلوا عدد من النواب في علاقة بموقفهم والفيدباك متاعهم بعد كلمة رئيس الجمهورية. سعيدة جدا باستقبال رئيس كتلة لينتصر الشعب، النائب التشريعية لتحقيق أمال الشعب التونسي عن منوال تنمية، عن عدة نقاط. كيفاش ريتوه الموضوع؟ نبدأ معك قبل ما نمشي في ربط مباشر لقصر قرطاج، وين وصل موكب رئيس الجمهورية؟ فيه عديد النقاط التي طالما انتظرها الشعب التونسي. نعم. فيه عديد من النقاط التي طالبت بها حناجر الجماهير في الساحات، من تشغيل المعطلين، من تحسين. نعم. ثورة تشريعية حقيقية اليوم باتت إذن ضرورية للنهوض بالواقع وبنهوض بالواقع المعيشي للمواطن التونسي الذي فعلا لسنوات طويلة مل إذن من الحلول الترقيعية. تشريعات قادرة فعلا على إحداث نقلة نوعية حقيقية في الواقع الاجتماعي. كيفاش تنجم تكون سيد النائب النقلة النوعية هذه؟ النقلة النوعية هذه تنجم تكون بمراجعة إذن مجلة الاستثمار، بمراجعة مجلة الصرف، بمراجعة إذن عديد البيروقراطية كبير طويلة أمام المؤسسات العمومية. نعم. أيضا من تطهير الإدارة التي طالب بها السيد رئيس الجمهورية. كيفاش؟ علاقة إذن بضرورة وجود المسؤول الوطني الذي يأتي هي كثيرة وعديدة في هذه الفترة. معظم اليوم الإدارة التونسية، تطهير الإدارة، إصلاح الإدارة، وعدة نقاط. دايما رئيس الجمهورية تحدث اليوم وقال كل مسؤول يعيق عمل ونسق الإدارة راهو يتحاسب. شكون هم المسؤولين هذم؟ خاصة عندك اليوم فصل ذو حدين، هو سلاح ذو حدين، الفصل 96 في ديسيزيون اليوم القرار خوفا من المحاسبة على الفصل 96. هذاك هو زينة اللي كان أن للأسف ثم حالة من الطباطة وحالة من التلكؤ لدى المسؤولين سواء كان على مستوى جهة ولا على، ولم توضع إذن حد لأزمة المواطن ولأزمة انقطاع المياه وانقطاع الكهرباء والبنية التحتية المعطلة وإلى غير ذلك من المشاكل، وكذلك المشاريع المعطلة والتي التنموي وقادر على أن يحل معضلة إذن المواطن. وهو كذلك. شكرا جزيلا سيدة نائب ورئيس كتلة لينتصر الشعب سعلي زغدون. فيما يتعلق أيضا في أشار السيد رئيس الجمهورية أيضا إلى الحق الفلسطيني. نعم. أيضا قضية فلسطين. نعم. إذا كان صريح في كلمته إذن إلى لابد من أن يكون عندنا تشريع قادر في إضافة فقرة في الفصل 61 من المجلة الجزائية باب الخيانة العظمى وزجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني. ونرى إذن أن اليوم فعلا أمام هذه الاختراقات التي أصبحنا نشاهدها للأسف اليوم في وطننا العربي، بات من الضروري اليوم في تونس أن يكون لنا تشريع قادر إذن على أن يكون يحمي تونس ويحمي شعبها من مخاطر هذا الاختراق.
الأخلاق ومن مخاطر هذا التطبيع الذي نحن اليوم إذن والمعركة اليوم مع العدو الصهيوني في أوجها، ولا بد أن تكون هنالك زجر للاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني أكيد. بتونس. شكرا جزيلا سيد نائب علي زغدود. ما زلنا مواصلين ونستقبل مباشرة النائب ياسين مامي. سيد النائب تحياتي، مرحبا، أهلا وسهلا على موجات الإذاعة الوطنية. كنت نحكي مع زملائك النواب في عدد من النقاط، رجعنا على كلمة رئيس الجمهورية اللي كان قدمها أمامكم، من بينها تحدث الرئيس عن ثورة ثقافية اليوم للتصدي لكل أنواع الانحرافات، يقول لا للتدخل في الشأن الوطني، نتعاون مع كل الدول الشقيقة والأوروبية وغيرها ندا للند، أصدقائنا هم، ولكن بتغليب المصلحة الوطنية. سيد النائب، عليه السيد رئيس الجمهورية اليوم نعم. خلال موكب أداء اليمين الدستورية هو مش بعيد على الخطابات والعناوين الكبرى اللي كان دائما منحاز لها السيد رئيس نعم. الجمهورية، وخاصة في مسألة يعني عدم التدخل الأجنبي، وخاصة التعامل بين الدية مع بقية الدول الأخرى بما يخدم المصالح المشتركة، وهو كذلك اليوم مهم جدا يكون التأكيد عليه، لأنه تعرف أنه الكلمة اليوم خلال موكب أداء اليمين الدستورية هي بمثابة يعني إشارات، بمثابة رسائل اللي قدمهم السيد إلى الداخل والخارج، طبعا للداخل والخارج نعم. ونعتقد أنه هناك العديد من الرسائل التي يمكن التقاطها في العديد من الجوانب. أهم الرسالة اليوم ربما اللي تحدث عنها رئيس الجمهورية بالنسبة للأطراف في الداخل أو الخارج، أو وأنه اليوم تونس لن تسمح للتدخل في شؤونها الداخلية. الناس اللي تتحدث أو ربما ترتمي كما قال الرئيس في أحضان الخارج راه ما عندهمش مكان اليوم في تونس. هذا مش جديد اليوم، طبعا احنا في مرحلة جديدة، في مرحلة اليوم مرحلة انه نعملوا على ذواتنا، مرحلة انه الدولة تسترجع في سيادتها، مرحلة اليوم انه الدولة اليوم معناتها شعار كبير التعويل على الذات، ولكن ايضا التعويل على الذات والتعامل مع بقية دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والدولتين، وايضا تكون ند بند. اليوم رسائل السيد رئيس الجمهورية في هذا الاطار هي ليست رسائل الجديد، هي رسائل أكد عليها ربما مرة أخرى اليوم، خاصة المهم اللي لازم كوظيفة تشريعية اللي نجم نشتغل عليه ولازم نعمل عليه، اللي هو فيما يتعلق بالثروة والثورة التشريعية اللي لازمنا اليوم نكرسوها، لأنه نعتقد أن المرحلة القادمة هي مرحلة اقتصادية اجتماعية ممتاز. فهذا اليوم بالتوازي مع الشعارات والعناوين الكبرى التي تم رفعها لازم اليوم تكريسها وتجسيدها إلى أفعال. هنا تكون دورنا كبرلمان التفعيل متاعها وتجسيدها من خلال تشريعات وقوانين نعم. يحسها المواطن، تلقي بظلالها على المواطن اللي تساهم فيما بعد أنه تحسن مستوى اليوم، وهذا اللي يستنى منكم المواطن سيد النائب هو اليوم في التشريعات وفي نقاش القوانين، أهمها قانون المالية. يقولوا قانون الاستثمار لازم العمل على تنقيحه، نقول مجلة الصرف لازم تكون بين الأولويات، نقول أنه في قانون المالية 2025 لازمنا كيف مجلس النواب الشعب ساهم في القانون المالية 2024 في تخفيف العبء الجبائي على المواطنين وإدخال التعديلات اللي كانت ده قانون المالية باش نرجع عليه معاكم سيد النواب، إن شاء الله تجيو بحثنا للبلاتو تباعا في استوديوهاتنا المركزية طبعا في الإذاعة الوطنية، نرجع معاكم وقت تبدأوا تناقشوا الفصول، لأنه بين مؤيد ورافض ما زلنا ما نجموش نحكموا بالضبط، ولكن اللي نفهموا فيه منكم فمشكون راضي عليه فمشكون عنده بعض التحفظات. الرؤية خلال النقاشات في اللجان طبعا شو توضح أكثر الرؤية، شو نستمعوا أيضا للطرف الحكومي نعم. شو نستمعوا لكل الهياكل والمنظمات كيف ما في السابق اللي عندها وقادرة تدلي بدلوها في قانون المالية ليبلور في النهاية المجلس النواب ومجلس جهة الأقاليم اللي هو ممثل الشعب، تصور ومقترحات وتعديلات اللي هي تخدم المواطن بدرجة أولى. منش بشدك أكثر، نعرف عندك اجتماع كتلة بعد ثواني، يعطيك صحة. شكرا سيد النائب، ولا أنا عودة أكيد معك وقت تستقبلوا مجلس اللجنة المالية تبدأوا في المناقشة. مازلنا مواصلين معكم سيد المستمعين، نذكركم هذا بلاتو خاص إديسيون سبيسيال مباشرة من قبة البرلمان، وينضم لنا رئيس لجنة التشريع العام سياسة البوراوي. تحياتي سيد النائب، مرحبا. مرحبا زينة.
تحدث الرئيس عن ثورة تشريعية اليوم، قال ثورة تشريعية لتحقيق أمال الشعب التونسي ولتحقيق منوال التنمية المنشود وغيره. مقترح القانون يتعلق بالبنك المركزي، سيد النائب، منين نجم يكون هذا من ضمن الثورة التشريعية اللي تحدث عليه رئيس الجمهورية؟ طبعا يعني هي الحقيقة نحكي على ثورة تشريعية فيه جملة من المجالات اللي يجب أن تشملها هذه الثورة التشريعية، وكيف ما أكدت في أكثر من مناسبة أنه لابد من استكمال البناء المؤسساتي ولابد من أعطاء الطابع الاجتماعي للدولة وإرساء الطابع الاجتماعي للدولة. ثالثا لابد من التفكير في الجوانب الاقتصادية ومراجعة التشريعات التي تتعلق فيها. في هذا يتنزل يعني مقترح قانون أو مقترحي قانونين يتعلقان ب يعني القانون المنظم للبنك المركزي. كيف ما تعرفوا أن كتلة الخط الوطني السيادي كانت قد تقدمت منذ حوالي سنة بمقترح قانون لمراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي، وتقدم أيضا يعني منذ أيام مجموعة من زملائنا بمقترح ثاني لمراجعة قانون البنك المركزي. وتم الاتفاق بين إذن المجموعتين على دمج المقترحين، اللي الحقيقة ما نشوفش فرق واختلاف كبير بيناتهم، لأنه المحور الأساسي والرئيسي يتعلق بعودة يعني البنك المركزي للعب دوره في تنشيط الحياة الاقتصادية وتمويل المالية العمومية، لأنه فكرة استقلالية البنك المركزي إذن منعت إمكانية يعني تمويل هذا البنك اللي هو بنك الشعب التونسي نتاع التوانسة إذن للمالية العمومية إلا بمقتضى قانون. وهذا اللي صار عملي المقترح الثاني ما يبعدش برش على المقترح الأول. دونك شنو الفرق أو عليه جيفة من مقترح ثاني من سادة النواب تكملة على المقترح الأول؟ هو مثلا مش ما يمنع مجموعة من النواب احنا طولنا طلعوا أنا النجم نجاوبك على مبادرة كتلة الخط الوطني السيادي. يعني هل نحكيه على مراجعة الاستقلالية كومبليتمون تاع البنك المركزي أو تنقيح جزئي البنك المركزي يقرض الدولة التونسية بشكل مباشر مش أتخافيغ البنوك الأخرى؟ هل التنقيح يشمل فقط نقطة الإقراض أو الكل الاستقلالية الكل نراجع؟ يعني الحقيقة يشمل رئيسيا هذه هي النقطة المتعلقة بتدخل البنك المركزي في تمويل محدود للمالية العمومية على ألا يتجاوز سقف 15% من ناتج إذن الوطنية الخام. هذا يعني فلسفة هذا المشروع، لأنه اليوم احنا نحب نقطع مع اللجوء المتزايد إلى المديونية والاقتراض الخارجي، كيف ما شفتوا يعني على الأقل في قراءة أولى لتوجهات مشروع قانون المالية والميزانية أنه تم تقليص إذن اللجوء إلى الدين الخارجي واستبداله إما بتعبئة الموارد في الداخل أو إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي. نعرف انحسار السوق الداخلية، السوق المالية الداخلية، فهذا يقتضي أنه نفسه داخليا من خلال لعب البنك المركزي لهذا الدور في تمويل المالية العمومية دون أن يؤدي ذلك إلى هك الفزاعة الكبيرة الخوفون بها برشا مسألة الفزاعة اللي انت تحكي عليها. والموضوع هذا سياسي ما نجمش يكون في درجين ناخذك على طاير، انت تكون ضيفنا غدوة الماضي ساعة ان شاء الله باش نجمع معك بأكثر تفاصيل على النقطة هذه، خاصة وأنه الموضوع الحقيقة لازمه وقته لازمه طاولة وكراسي باش نفهموه، يفهموه المتلقي، يفهموه الفاعلين الاقتصاديين أيضا، نفهموها احنا معاك. شكرا سياس البوراوي، موعدنا غدوة إن شاء الله. بوراوي شكرا، موعدنا غدوة إن شاء الله ماضي ساعة في استوديو الوطنية. وبالحديث على استوديو الوطنية نحكيه شوية على مجلس الأقاليم والجهة، تخلينا برشا السيدة نواب البرلمان، نحكيه على الغرفة الثانية البرلمانية. معنا مساعد رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات سي أسامة سحنون. تحياتي سي أسامة، مرحبا. مرحبا بك، مرحبا بكل السادة المجتمعين. أهلا وسهلا. مجلس الأقاليم والجهات هذه تقريبا أول أمور رسمية لكم في علاقة بتحضروا في البرلمان لمناقشة قانون المالية بالتوازي وأيضا لحضور أداء اليمين الدستوري له. هو كما تعرف يعني المجلس الوطني للجهات والأقاليم بدأ النشاط متاعه 19 أبريل، كان بصدد يعني مناقشة نظام الداخلي ويعني انتخاب لهياكله المتمثلة في رئاسة المجلس ومتمثلة في مكتب المجلس ولجان المجلس.
منذ أسبوعين تقريبا يعني بدينا في مناقشة قانون المالية، لكن قبل مناقشة قانون المالية ماذا بي نعرج على خطاب سيد رئيس الجمهورية، يعني اللي أشار لنقطة مهمة أنه 5 سنوات باش تكون هي 5 سنوات يعني لبناء مرحلة تقوم على شعار المركزي للثورة اللي هو الشغل والحرية والكرامة الوطنية، والشغل بما يعنيه يعني خلق فرص عمل، التشجيع على الاستثمار، الشركات الأهلية وغيره، الكرامة الوطنية بما يعنيه تعليم وصحة عمومية ومجانية ومتطورة، نقل متطور، الحرية بما يعنيه لا يمكن التحدث على حرية وعلى بدون سيادة وطنية، والحرية ما تنجمش تكون في معزل على محيطها الوطني. أهم مشهدكم سي أسامة اليوم في كلمة رئيس الجمهورية ربما أهم شدني هو تذكيره بالشعار المركزي للثورة وشعارات 25 جويلية اللي هي استكمال الشعار المركزي للمسار الثوري 17 ديسمبر 14 جانفي، وأنه العمل سيكون على تحقيق هذا الشعار المركزي، هذه الشعارات المركزية. ورئيس الجمهورية رجع على لحظة 25 جويلية، قال راو على عكس ما يوشى، على عكس ما تحكي بعض الأطراف، راو اللحظة خذيتها من تلقاء نفسي بقرار فردي، وحد ما كان يعرف قبلها أني ماشي في حل البرلماني اللي وصفه بسيء ذكر أنا ذاك. يعني زين سبق أنه حكينا مع بعضنا في 25 جويلية في مناسبة سابقة، يعني كنت ضيفي. نعم كنت ضيفك وأتشرف أنه ديما نكون ضيفك. مرحبا، شرف لي. هو صحيح يعني قرار السيدة رئيس الجمهورية يعني كان ما يعرفه حد، وكان يعني قرار نابع من إرادته ومن وطنيته في اتخاذ ذلك القرار في تلك اللحظة، لكن مش وقت باش تحدثوا على 25 جويلية وظروف الموضوعية وإرادة السيدة رئيس الجمهورية، هذا تو إن شاء الله تستدعاني نهار. مرحبا مرحبا، جمعتكم دعوة مفتوحة سيدة النواب. ثورة ثقافية ليلة التدخل في الشأن الوطني والمصلحة الوطنية، خط أحمر، هذا ما قاله رئيس الجمهورية في كلمته. كيفاش نجموا تطبقوه انتم كنواب في الغرفة البرلمانية الثانية سي أسامة؟ الحديث على ثورة ثقافية جد مهم، لأنه نحن طول عمرنا يعني شعب منفتح على كل الحضارات، على كل الموروث الإنساني المستني، لكن في نفس الوقت متشبث بموروثه الثقافي العربي الإسلامي. في هذا يلزم يعني التوليفة تكون انفتاح ويعني تقبل لكل ما هو إيجابي في الموروث الإنساني، ولكن دون انبتات على جذورنا. في علاقة بينا كمجلس وطني للجهات والأقاليم، السيادة الوطنية تتحقق من خلال يعني من خلال أنه تكون مؤشرات التنمية، مؤشرات التنمية الحقيقية بالطبيعة تكون يعني في حجم التطلعات وفي حجم هاللحظة الاقتصادية والاجتماعية الصعيبة، وذلك من خلال قانون ميزانية باش يكون يعني موجه خاصة للدور الاجتماعي للدولة وللفئات الشعبية، أيضا من خلال دورنا فيما يخص عقود الاستثمار، أيضا من يخص دورنا في مخطط التنمية، دورنا الرقابي، هذا الكل يعني إن شاء الله باش يكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الأيام القادمة يعني عنده برشا خدمة، وكل مؤسسات الدولة عندها برشا خدمة في إطار تعاون وتكامل متواصل. شكرا لك سي أسامة سحنون مساعد رئيس مجلس الأقاليم والجهات، ما زلنا معاك في عودة أكيد. مرحبا بكم الكل أسادة النواب في استوديو الوطني، وما زلت مانيش نبعد على مجلس الوطني للأقاليم والجهات. نستقبل السيدة النائبة عن ولاية تونس حلقة الواد، يلا ريم بالحاج. تحياتي سيدة النائب، مرحبا. مرحبا عايشك. مرحبا يعيشك. بودي ناخذ رايك اليوم في كلمة رئيس الجمهورية. كلمة رئيس الجمهورية اليوم كانت حافز لنا الكل إنها تونس، زلنا كلها كنا نخدموها تونس، مجلس الوطني، مجلس نواب الشعب، ومجلس الوطني للجهات والأقاليم، الكل هم معناها عندهم الأمانة والمسؤولية إنهم يخدموا بلادهم. تونس أمانة عنا الكل ويزمنا نخدمها. مسؤوليتكم كبيرة اليوم في مجلس أقاليم والجهات، اللي جيتوا بالأساس في مجلس أقاليم والجهات في إطار دعم المركزية وفي إطار القرب من المواطن، ثم نواب بالأساس في علاقة مباشرة اليوم مع المواطنين. سيدة هذا فكر سيادة الرئيس أنه المجلس الوطني للجهات والأقاليم بناء وبناء قاعدي بدام المحلي جهوي أقاليم أقاليم وجهات، هذا الكل باش يصير التناصف بين المناطق في التنمية. وهل هذا اليوم بديتوا فيه تشوفوا أنكم سيل بستوا جبة النائب خذيتوا وقتكم كما ينبغي، أو من اللي بديتوا في الحملة سيل أنتم؟ نحن من اللي بدينا في الحملة بدينا باش نخدموا، معناها أنا مسؤولية أنك باش تخدم تكون نائب لبلادك، باش تخدم بلادك، مسؤولية صعيبة إن شاء الله نكونوا قدها. مسؤولية صعيبة وتعرضتوا لبرشا تشكيكات وما زال داير الناس اللي تتسائل تقول عليه غرفة ثانية، كيفاش باش يوصلوا أو يأديوا الأمانة، كيفاش يخدموا دورهم، كيفاش جاوبهم يا سيدة النائب ريم بالحاج؟
أنا نجاوبهم شوية صبر. رأي تونس ماشية في المسار الصحيح، تونس ماشية القدام، تونس بالفكر الرئيسي هذا الأستاذ قيس سعيد راهي ماشية باش تتبنى بشوية، باش تتبنى نحو ماشية نحو الأفضل، معناها باش تتبنى من القاعدة ويمشي ويطلع الهرم. شكرا جزيلا سيدة نائب ريما بالحاج. باسل ترجمان، نختم معك قبل ما نروح للكلمة لقسم الأخبار. اليوم كنت أسمع في السادة النواب، خذينا من الغرفتين مجلس الأقاليم والجهات وطبعا مجلس نواب الشعب، وكلمة رئيس الجمهورية في حد ذاتها باسل ترجمان، في أهم ما شدك في الكلمة باسل اللي باش نرجع عليها غدوة بأكثر تفاصيل. أكثر تفاصيل يعني حقيقة هي دعوة رئيس الجمهورية للثورة الثقافية. أنا نعتبره هذا مؤشر مهم جدا جدا. نعم. جدا. وعندما تحدث عن مواجهة الانحرافات ويقصد في الانحرافات محاولة خلق فراغات في المجتمع التونسي، اليوم نعرف أنه الدولة ستواجه بكل حزم، وهذا اللي بدأ قضايا، خليك في بكل حزم، نختم معك بكل قضايا حزم، تهريب المخدرات وإفساد الشباب. شرجع لي الموضوع، ما تخافش عندك الكلمة، عندك الكلمة غدوة بس الترجمين. إن شاء الله في بالبنت العريض في استوديو الوطني بأكثر تفاصيل. شكرا جزيلا لكم اللي قعدتوا معنا طيلة ثلاثة سوايع اليوم في إديسيون سبيسيال من استوديو الوطني. شكرا لكامل الفريق اللي رافقني دون استثناء. شكرا كريم الوطني. كيفاش سي باسل؟ تحية الإذاعة الوطنية، اليوم عملت خدمة حلوة برشا. تعاو يا باسل كل يوم تجي تشكر بحذانا، يا تشكرني يا تشكر الإذاعة، يا تشكر في إذاعتنا. شهادتك مزروحة باسل ترجمان. شكرا جزيلا لكل الفريق، شكرا كريم في الإخراج، شكرا فاروق الدالي اللي أمننا اللايف ستريمينج، اللي أمنونا الإخراج التقني والرقمي، وأيضا شكرا رفيق فيصل شابو في الإعداد وفي العمل الصحفي، حتى زياد حسني من قسم الأخبار اللي التحق بنا وساهم في الإعداد. شكرا فاروق زارعي، محمد علي النصري، عبد القادر جيتني، صابر بمذافر، عاطف الاخياري، علي العادل، طاهر الحمروني، ومروان العليفي. شكرا لك انت ايضا باسل ترجمان. اجمل تحيات زينه الزيدي. ادما ان شاء الله نصف النهار موعدنا جدد في استوديو الوطنيه في الامان.